نعم شيخ حفظك الله، الصلاة المقصودة في الحرم في المضاعفة، هل المقصودة في المسجد الحرام أو في عموم الحرم؟ يجوب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ثبت في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا الجواب الواضح جواب؟ أسألك، ما قال هذا؟ هذا إيه ما يخالف، لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام له خير من 1000 صلاة، لكن مساجد المدينة ما له هذا الفضل، هذا واضح، لكن خير من 1000 صلاة مما سواه إلا مسجد الكعبة. كلمة مسجد الكعبة وش تعني؟ المسجد اللي فيه الكعبة. طيب إذن إذا صليت في مساجد أخرى في مكة لا تنالها فضل الصلاة في مسجد الكعبة، لكن لا شك أن الصلاة في نفس الحرم داخل حدود الحرم أفضل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل في الحديبية، وبعضها حرم وبعضها حل، نزل في الحل وصار يدخل في الحرم ويصلي فيه، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أي فيما كان داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل. لكن هل ينال أكثر من 100,000 صلاة؟ لا، إلا في مسجد الكعبة. وهذه المسألة ذكرها صاحب الفروع من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو على ما قيل أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى كان ابن القيم رحمه الله وهو ملازم لشيخ الإسلام يرجع إلى ابن مفلح صاحب الفروع فيسأله عما يختاره شيخ الإسلام في مسائل الفقه. وقد ذكر رحمه الله أن هذا ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد، أن التفضيل بخير من 100,000 خاص بمسجد الكعبة. ونحن نقول أفبعد كلام الرسول شيء؟ لا شيء. نعم.